عبر الهاتف من دبي مع المستشار الإعلامي لمركز راشد للمعاقين عبد الرحمن طهبوب. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الرحمن. يعني الإمارات دائما سباقة بكل المواضيع، في تركيز كبير على المواضيع الإنسانية وتمكين قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة. الشيخ محمد أطلق عليهم أصحاب الهمم. انطلاقا من هنا أسألك، ما أهمية الاحتفاء بهذا اليوم؟ يعني كما أسلفت، دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة، ولم تعد دولة الإمارات من دول التوقيع بل من دول التشريع، بمعنى أنها لم تعد مثل كل الدول العالم مطالبة بالتوقيع على البروتوكولات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفل، وإنما دولة تشرع للعالم القوانين. المطلوب من المجتمع العالمي والمجتمع الأممي أن يتبنى رؤية محمد بن راشد، وأن تكون تسمية أصحاب الهمم تسمية أممية عالمية منطلقها الإمارات. أما موضوع الاحتفال بيوم المعاق العالمي كما يسمى في كل دول العالم ويسمى في الإمارات يوم أصحاب الهمم، هو هدف تذكير الضمير العالمي بأن أصحاب الهمم هم أكبر أقليات العالم، حيث يشكلون اليوم نحو 13.5% من البشرية، وهذا بالطبع إحصائية متواضعة غير دقيقة قديمة، لا تأخذ بعين الاعتبار الإعاقات الحركية الناتجة عن بتر الأعضاء نتيجة الحروب في المنطقة والإرهاب الذي تمارسه دول وأنظمة ضد شعوبها باستخدامها غازات السارين والكلور وغيرها من أدوات القتل الكيماوي وانعكاساته المستقبلية. لك أن تتصوري أن النساء الحوامل والمرأة العربية اليوم تحمل تحت الحصار والقصف وتعيش فترة حملها وهي تستنشق الموت وبدون غذاء كاف ومتوازن أو مياه نظيفة، ثم تأتي ظروف الولادة السيئة التي تفتقر إلى أدنى المعايير الصحية، وبالتالي لك أن تتصوري عدد المعاقين في المجتمع العربي في السنوات المقبلة. طيب، بهذا اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة من عام 92 لتسليط الضوء على الاحتياجات، أين نحن الآن؟ إلى أي درجة هذا اليوم يعني غير بأن نحتفي به هو يؤتي ثماره؟ يعني المشكلة النظرة لا تستطيع تعميم النظرة، لا أستطيع الحديث عن مجتمع الإمارات أو الخليج مثل المجتمع العربي أو المجتمع العالمي، لكن هناك مجتمعات معاقة وهناك مجتمعات معيقة، وأنا من خلال مرافقتي وقربي لأصحاب الهمم يوميا وعلى مدى سنوات أدرك أن الإعاقات الحقيقية هي خارج مراكز تأهيل المعاقين، الإعاقة هي في المجتمعات. الإعاقة كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليست في الجسد وإنما في الإرادة. المعاق يدرك إعاقته وتحداها وتفوق وانطلق، وتسمية محمد بن راشد للمعاقين أصحاب همم هو تحميل مسؤولية لأصحاب الهمم، يعني كأن محمد بن راشد يقول لهم ماذا تريدون بعد؟ سميتكم أصحاب همم فأتوقع منكم الكثير. الكارثة اليوم في المجتمعات التي تتعامل مع أصحاب الهمم نظرة إشفاق ونظرة دونية لا نظرة اعتراف، والمعاق يشعر فيها بتهميشه وعزله وإقصاؤه. على المجتمعات أن تدرك أن هناك تكلفة اقتصادية عالية نتيجة وجود معاقين فيها، وأن التأهيل والدمج هو يخفف الكلفة الاقتصادية. إما أن تصرف وتنفق على المعاقين إلى الأبد أو أن تستثمر فيهم وفي قدراتهم. طيب، وكما قلت يعني طبعا هو المعاق هو من لا يعرف للأسف إعاقته، نعم، غير ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا أشكرك جزيلا من دبي، مستشار الإعلامي لمركز راشد للمعاقين عبد الرحمن طهبوب.